حضرتك الله، ما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ الضابط لذلك؟ ثانيا، بالنسبة لعلم أصحاب الفقه وما دخله من كثير علم الكلام وقطع النفس. أصل بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى. أيوة شيخ، قول الاسم والصفات. بالنسبة الأخير سأل سؤالين، السؤال الأول الإخبار بأسماء الله وصفاته. أما بالنسبة ما يتعلق في الإخبار، أولا يجب أن نعرف أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة للناس فلهم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول أنها توقيفية، وهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني أن هذه الأسماء وصفات غير توقيفية، فنثبت ما أثبته العقل، وهذا مذهب لأهل الكلام وأهل البدع. ويجب أن نتنبه حين يذكر على العلم وللناس ثلاث مذاهب، لا يقصدون الناس أهل السنة، ما يقصدون عموم الخلق من الكلام وأهل البدع ومن المصطلحات التي ينبغي الإنسان يفقهها ويعرفها، خصوصا لما يطالع في تصانيف ابن تيمية وتصانيف ابن القيم. ابن تيمية ذكر العبارة قلنا ثلاث مذاهب، ما يقصد على السنة، ما يقصد في خلاف بين السنة، لا يقصد في خلاف بين السنة لا، وذلك صدرنا بقولنا بقول أهل السنة. نعم، قد بعض الكلام يوافق أهل السنة في هذه الجزئية، لكن لا يعني أن هذا قول القول الثاني والقول الثالث من أقاويل أهل العلم، القول هي من أقاويل أهل البدع، من أقاويل أهل الضلال. والقول الثالث الذي فصلونا في هذه المسألة والاتفق عليه أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقفية، فلا نثبت لله اسما ولا نثبت لله صفة إلا عن طريق دليل صحيح. أما الإخبار عن الله، فهذا جائز ولو لم يرد به نص، بشرط أن يكون المخبر به معنى صحيحا. أما ما يقتضي معنى صحيحا ومعنى فاسدا فلا ينبغي، يجوز ابتداع هذا اللفظ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتكلمون بالمتشابه من القول يلبسون به على الناس. والدليل على جواز الإخبار عن الله قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالشيء ليس اسما لله وإنما هو يخبر عن الله جل وعلا به، ومن ذلك القديم، يخبر عن الله بأنه قديم، لكن ليس القديم اسما لله ولا صفة لله، ليس اسما لله ولا صفة لله، لأننا لو جعلناه اسما لا أثبتنا اسما بدون دليل، ولو جعلناه صفة لا أثبتنا لله صفة بدون دليل، وهذا ضلال عظيم. لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فالقديم صفة للسلطان، وليس القديم اسما لله ولا صفة لله جل وعلا. واسم الله الأول أبلغ من القديم، اسم الله الأول يشمل القديم وزيادة، والقديم لا يعطي معنى الأول. ولكن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لكن القديم ما يعطي هذا المعنى، لأنه قد يكون قديما ولا يزال يكون أولا. فواضح الفرق، تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ومصطلحات أهل الكلام، فالنبي أعطى معنى شامل ويعطي معنى الألاقة. أهل الكلام لما اصطلحوا وجعلوا القديم اسم من أسماء الله ما يعطون هذا المعنى، قديم لكن ما يلزم يكون أقدم شيء ولا يكون لا يسبقه شيء، لكن الأول لا، الأول ليس قبله شيء.